باقي عندنا كاس العالم وقت بسيط جدا وندخل المباراة اللي فيها الجرح الكبير مباراة العنابي للأسف مباراة العنابي مع منتخب إيران نقول قدر الله ما شاء فعل الحمد لله على كل حال نتابع ونشاهد بطاقة التحكيم لهذه المباراة الحكام طبعا كانوا من هونغ كونغ بوزيد أول الحالات في الدقيقة 35 ثانية إنذار على لاعب إيران رقم 2 حنشوف الإنذار ونشوف قرار الحكم ونشوف تمركز الحكم هنا شاهد هنا شاف الوجه لاعب قطر جاي يلعب الحكم وقف اللعبة ليش لأنه لو سمح باللعب ماش حيعطي إنذار هو أنا متأكد أنه كان أول يبغى يسمح باللعب لكن في إشارة من زميله نعم. انه في خطا يستوجب انذار شوف الحكم ما كان عنده نيه يعطي لكن هو صح قراره الان صحيح هنا زي ما قال الاخوان تيم ويرك قبل شوي الحكم الرابع لازم يكون له دور كبير في مساعده زميله قرار صحيح للمنح البطاقه الصفراء نعم في الدقيقه 33 ابو فهد تسلل على منتخب ايران نشوف الدقيقه 53 نشوف على الشاشه والقرار من قبل المساعد ونشوف هل فعلا فيها تسلل ولا طبعا احنا بالتصوير هذا عندنا 3D هو اللي يبين اللعبه طلع الكره الحين خلاص احنا عرفنا ب 3D طبعا اللاعب اللي جاءتنا متسلل في موقف تسلل نعم. خلاص مش اللعبه اعتبرها لعبه طلعوا الكره معناته قرار المساعد كان طلع الكره كان قرار المساعد قرار جيد بتسلل نعم تسلل صحيح نعم. إنزين أبو نواف خطأ على منتخبنا وهل يستحق الإنذار في دقيقة 49 خلينا نشوف خطأ على قطر هل يستحق الإنذار نعم من أعلن المخالفة والإنذار كان يجب إنذار اللاعب الحكم أنه ما أعطى إنذار شوف التحس موجود على القدم شفته نعم كان المفروض كان يشهر البطاقة الصفراء بس الحكم اكتفى بالمخالفه نعم ابو زيد هدف المنتخب الايراني في الدقيقه 51 و30 ثانيه هنشوف الخطا الهدف اسف ونشوف الراي المساعد الاول الخطا في قلوبنا نعم على ما قال لك عاد ان شاء الله انه يعوضون ان شاء الله خير نعم الهدف صحيح 100% مثل اللعبات هذه ليش نجيبها انا دائما اقول يعني احنا في الان في التوقف هذا واضح انه ما في تسلل لكن انا اكد ان في مساعدين مع اندفاع اللاعب والمدافع يعني يرفع اذا قراره صحيح وقرار يعني جيد من المساعد انه يعني ترك اللعب مستمر نعم هنا اللي تقول له تخطا يعني اصلا كان عشان عاطفتنا لكن عشان عاطفتنا لكن تحكيم نعم ان شاء الله قرار صحيح الحمد لله على كل حال انزين ابو فهد سقوط لاعب قطر في الدقيقه 67 نشوف الدقيقه 67 ونشوف اللعبه نتكلم عنها على الشاشه ونتكلم عن لما انت قلتها من شوي الجرح ها نعم. الجرح ترى الحكم ساهم فيه بعد ها خل بالك فيها خاطر كلمتي هذه الجرح ساهم وانا فريقنا ما فاز ولكن الحكم ساهم فيه هذه انا بطلع الشاشه نص دقيقه اقل من نص دقيقه جزء بس جزء يبوا علي بالعاده بطيئه خذ راحتك لان هني يا خالد هذه اللعبه لا وقفوا ارجع هذه هذا انت ابيها بدايه لا عشان مع الكره مع الكره بعد لين اقول لكم ان شاء الله لا ابي ولا هذه الحالة في الدقيقة 67 يعني المباراة باقي عليها 23 دقيقة يا خالد صحيح لو الحكم أعطانا قرار ركلة الجزاء الفريق بيتفق معنوياته المنتخب القطري وعنده إمكانية يجيب الثاني والثالث لكن أنت يا حكم سببت في هزيمة قطر وجرحتنا مثل ما تقول احنا محللين بس نقول منطق ونقول واقع نعم جيب لها عادة بطيئة جيب لها بالعادة بطيئة وأروكم أنا ليش قلت ركلة الجزاء شوف هنا أيوة لين أقول لك هذه نزول طبيعي على الكرة قطع الكرة طبيعي طيب كمل مشى اللاعب سيطر عليها اللي هو اكرم شوف بيروح لها اكرم عندي قدامه ايش سوى بالقدم هذه ارجع شوي الله يخليك ارجع لي شوي بس ركزوا على اللعبه يا جماعه ركزوا على هذه هذا شوف الاولى يا خالد على الكره 100% الثانيه مهاراتها اكرم خذ الكره صارت السيطره عند خالد اللاعب هذا بالقدم دي تعمد بالقدمه يسحب اللاعب سحب زين مشوا اللعبه مشوها ختم شي الشباب عشان المشاهد يشوف شوف كم شب يعني سحبها الحين شوف الحين رجبت علقه ها كمل الحين طح ليش انا اقول لك جزاء في الاولى على الكره لكن انا كلاعب سيطرت وخدت الكره بروح اللاعب سوى اللاعب الايراني مدت القدم اليسرى استمر في مده اليسرى قطع الكره واستمر وسحب رجل اللاعب عشان ما يروح الكره هذه ركله جزاء يا خالد
100%. انا وجهه نظري ومن ابو نواف في الدقيقه 71 لا خذ راي الزملاء يمكن يغلطان. لا ركله جزاء. لا ركله جزاء ما تهديها بالسلام والسلام. قلبا وقالبا. لا لا تاخذ لا اللعبات الخطا احمر ركله جزاء لم تاخذ. لا ركله جزاء مثل ما شرحها يعني كلامي صح. نعم نعم كلام صح. هذا الجرح تقول جرح هذا واحد من الجروح. هل بس سؤال هل الحكم هذا بتشوفه صدقني يا خالد في الجوله الجايه بتلقى موجود؟ ما ندري لا واحنا خسرنا الله خسرنا التنافس الله لا 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 نخطي لكن لازم تعاقب اللي يخطي تعاقب خلينا نشوف الحكم خلينا نشوف الحكم اللقطه هاي زين في الدقيقه 71 بس خلينا نشوف ما وصل متاخر بس خلينا نشوف الحكم ما يسمع يا شباب بعيد هذه الحاله خلينا نشوف الحكم شوف موقع الحكم تقصير مني هاي تقصير مني تقصير نعم شوف 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 بعيد تمشي شوف الحين شوف نازل ما اعطى اعتبار والله شوف يا ابو نواف على سؤالك هذا المفروض يكون يفتح الفيديو مش موجود ما حد شوف ما حد الان وصل ها بعد ما حصل الفاس عقب استاذ المخالفه عقب ما صار لو يضيع علينا تدري حصلت لك الجزاء يا خالد بس 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 ترى ما في حاج برؤيه بالنسبه له قاعد يشوف لا في لاعبين غيره ارجع 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 انت تشوف حلو جاي يركض جاي يركض طيب هاي لاعب اللي يركض قدام لحظه لحظه كان ممكن يغير شوف الحين هو بيدخل في الكادر الحين دخل سوينه شوف هذا خلاص ما صار في لاعب قدامه احنا حكام نعرف رجعنا يضيع علينا شيء اذا ما وصلت بدري في مركز يصير عندك هذا الخطا اللي ضيع شفت ركله الجزاء حقت سوريا قبل شوي محمد عبد الله كان وصل قبل يحصل خطا هذه عفوه ذي الحين ما باقي عندي وقف الدقيقه 71 و30 ثانيه سقوط لاعب العنابي ايضا خلينا نشوف دقيقه 71 سقوط لاعب قطر هنا دخوله مع الحارس والحارس راح بغى يلعب الكرة صحيح المهاجم شل الكرة قدام الحارس ولكن صار في دهس هناك نعم يعني دهس اللاعب قطر على يد اليد اليسرى الحارس وبالتالي دامك انت ما صفرت على المخالفة على ركلة جزاء على المخالفة وبالتالي من حالات الصعبة وعطى فيه كورنر اي عرفني عطى كورة وركلة حالة صعبة ممكن تروح مع الحكم يعني فيها ولكن اذا كان في اضافة هناك ممكن يعطيك خطأ لصالح الحارس بس الحارس ما هو الحارس اللي مرتبع على الكره والكره استفاد اللاعب ايوه بس وكيف خضاها في لقطه بتبين لك الخلفيه لحظه الخلفيه مشي هذا مش واضح في واحده ثانيه في واحده اوضح في واحده اوضح مش دي الان تجي بس 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 خف خف شوي لا شوي نرجع شوف الحارس هنا رايح عشان ياخذ الكره صح زين اوكي اوكي شوف شوف من اللي اقرب بغى يحط ريله ايده على الكره شل الكره كيف شل الكره؟ داس على ايد الحارس اليسرى وخذ الكره من قدامه دعس يد الحارس شوف الكره شوف هو حط رجله بين الكره وبين يد الحارس كباته بحث سعى وبحث كباته ما في شيء ما في شيء النزول حارس على الكره بالحق لكن تباته ذكاء من كلام محترف دخل قدمه عندي هو اللي ودى قدمه تبات الكره مني ودى قدم عند الحارس شو كنت تفق مع الحكم 100% هذه اللعبه لا هذه اللعبه 100% ما في ركله جزاء نجح فيها تمام الحكم ابو زيد في الدقيقه 84 انذار لاعب قطر رقم 16 ولاعب ايران رقم 17 هي اللعبه هذه بعد النتيجه واللاعب يعني كان متنرفز وصفر الحكم قرر لمصلحه الفريق القطري شوف اللاعب الايراني هنا تعطيل استناف اللعب ليش ودى الكره هنا اللاعب القطري طبعا ابو علام كان المفروض يكون اهدى لكن طبعا ما ادري لانه يتحكم بالظروف استخدم الراس فاعطى الحكم قرار صحيح انذر اللاعب ليبعد الكوره لاعب ايران 17 وانذر ابو علام لعمليه الدفع بالراس او استخدام الراس لانه انت خلي الحكم هو ياخذ القرار قرار صحيح قرار صحيح انزين نشوف احصائيات هذا اللقاء 32 جملة 31 صحيحة واحدة خاطئة تقييمك ابو زيد طبعا المباراة نعتبرها صعبة الحكم 7.4 كان في ركلة جزاء حسب والنتيجة 1-0 المساعدين 8-6 انا عندي المساعدين كانوا اميز من الساحة نعم المباراة صعبة والحكم اثناء المباراة مثل ما قال ابو زيد انا اعطي 7-4 كاتبها عندي بعد حتى 7-4 واجد عليه الحكم مساعد الاول 8.5 ومساعد الثاني 8.5 الحكم المباراة صعبة الحكم 7-4 والمساعد الاول 8-6 على الهدف لان انتهت المباراه 1-0 نعم. والمساعد الثاني 8-5 إذن كان هو مجمل ما لدينا مشاهدينا الكرام طبعا وصلنا الى الختام الوقت داهمنا وكان ودنا ان احنا نسترسل اكثر ولكن
الوقت يداهمنا. ابو زيد اشكرك على تواجدك، يعطيك العافيه وهارد لك اللي خسروا ومبروك اللي فاز، وان شاء الله اتمنى التوفيق لهم في الجولات القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى. ابو فهد يعطيك الصحه والعافيه. شكرا خالد. ابو نواف اشكرك من القلب يا الله يعطيك الصحه. مشاهدينا الكرام الشكر موصول لكم. لا مش وقته اكيد. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، نلتقيكم في مناسبات اخرى قادمه. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، الى اللقاء.